يا حلما أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي، قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي، فرأينا المجد بإصباحي. فالتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح، والطير يغردكم مرحى بنشيد العذب الصداح، بنشيد العذب الصداح. يا طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاحي، قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباحي، طالبتي شمسي بصباحي. يا حلم أيقظ أشواقي بطموح يرسم بإصباحي. فالتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح، والطير يغردكم مرحى بنشيد العذب الصباحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الغاليات، كديرين؟ أحوالكم طيبة؟ أسأل الله عز وجل أنكم تكونوا بخير وعلى خير. غضبنا على اليوتيوب شحال هذه ما حطينا لكم فيديو، وجينا اليوم باش نوريكم موديل جديد، ثوب ما شاء الله غزال، لمسة جديدة من تصميم هناء أم ياسر. فأسأل الله عز وجل أنها تنال إعجاب ديالكم. وبطبيعة الحال المحل ديالنا فين كاين؟ كاينين حنا في الدار البيضاء في المغرب الحبيب، الدار البيضاء في الولفة، في الحاج فاتح بالضبط، كاين المسجد ديال الحاج فاتح، أنفاس مع المخبزة ديال بلادي، والقيصرية فين كاين المحل أنفاس مع المخبزة. فكتطلعوا الفوق كتلقاو المحل ديالنا، فمرحبا بكم والف مرحبا. وبالنسبه للارسال متوفر جميع المدن فيما كنتي، كنديروا التوصيل حتى البيت. بالنسبه للاخوات اللي داخل الدار البيضاء وبغاو نوصلوا لهم فرحنا كنديروا خدمه توصيل، وبالنسبه للاخوات اللي خارج الدار البيضاء فقط 30 درهم كتوصلك الامانه حتى لباب الدار. قد كومونديتي وحده ولا كومونديتي اربعه ولا خمسه كتخلصي 30 درهم فقط. فمرحبا بكم جميعا، انتقلوا معايا نشوفوا الموديل. بالنسبه للموديل اخواتي غنوريه لكم، قبل ما تشوفوه ملبوس نوريه لكم لي ديتاي اللي كاينين فيه. عندنا الكسيوه اللي كتجي في هذا الشكل، فيها هنا بانسات وفيها حتى في الظهر، فيها قطيعات. الخدمه ديالها ما شاء الله كي كتعرفوا في الخدمه ديالها تبارك الله ما شاء الله خدمه متقونه. بالنسبه للثوب اخوات راه تشوف سخون، هذا ثوب ديال التويد، راه ثوب معروف ما كيحبش الاخوات. العام الثالث اولا تقريبا العام الثالث باش كنخدم فيه، يعني تبارك الله ما شاء الله كيبقى الثوب زوين ما كيخسر ما حتى شي حاجه. الثوب ديالو ما شاء الله غزال وفيه اللوينات. الكسيوه كيف شفتوا كتجي في هذا الشكل، او الجيلي ديالها كيجي في هذا الشكل. ف ما شاء الله هذا الموديل هذا كيجي كلاس في اللبسه. وريهم الكتاف، الكتيفات كيجيو بحال هكا. هنا بالنسبه لهادو زدنا هاد لي بوطون هنايا، جاو تبارك الله زوينين انيقين. وجيب وهذا من جهه الكميمات كيجي بحال هكا. فكيشفتو ما شاء الله كتجي لبسه روعه بمكان. هاد اللون اللي وريتكم اللي هو الاجوري، بالنسبه للون اللي لابسه انا هو البلو مارين كيف شفتوا. فهاد لي ديتاي اللي كيجيو في الكتيف، فكيف شفتوا هنا صديفات. ففعلا ما شاء الله اللهم بارك الموديل
شاكر نفسه وداوي إلى نفسه. وفيها الألوان وفيها حتى ليتال، يعني كاين الطي ام والال وحتى الاكس ال. نوريكم بعض الألوان. بالنسبة لهذا، هذا واحد البيج غزال، هذا ممكن ديري معاه الحجاب في البيج أو النقاب بالطرحة ديالو في البيج، عرفتي كيجي واعر تبارك الله ما شاء الله في اللبسة، راه تكونوا شفتوه في البداية ديال الفيديو. كاين عندنا فيه الكري، الكري مغلق، فيه الكري مغلق، عندي فيه الكرونة. لوينات اغلبيه الالوان راهم مغلوقين، لكن ملي كديري معاهم كيف شفتو في بدايه الفيديو لوينات فاتحين في الزيف في النقاب، فراه ما شاء الله كيجيو فنين. اولا الزيف ديري اللون فاتح، الكرونة مفتوحه، فما شاء الله كتجي فنه بزاف في اللبسه ديالها. كاين هذا الخضيطر، كيف شفتو الكسيوه، الكسيوه كتجي مجموعه، كتجي رائعه في اللبسه ديالها مجموعه عليك. والجيلي راه كيجي انيق، شي حاجه مميزه. كيف قلت لكم فيه في الموديل فيه لي طاي، فيه الان والان وحتى الاكس ال. نظن هادو هما اللوينات اللي كاينين، هادو هما اللوينات الاخوات اللي متوفرين في هذا الموديل هذا. فاي اخت بغات شي لون من هاد الالوان، لان عندي فيهم العدد جد قليل، الحمد لله، اللي بغات شي لون من هاد الالوان هادو يكفي انها دير سكرين وتواصل معنا في الواتساب، باش هاكا نصيفطو لختي اللون اللي بغيتي حتى البيت. اخواتي بالنسبه للموديلات فما شاء الله كاينه عندنا مجموعه ديال الموديلات، وبالنسبه للتخفيض اللي كنا ديجا دوينا عليه فراه ان شاء الله باذن الله مازال مستمر. فاللي بغات شي حاجه يكفي انها دير سكرين الموديل اللي بغات، اجي نوريكم لمحه على بعض الموديلات اللي كاينين. كيف كتعرفوا هذا الموديل ديال العباءه بالصايه، فراه ما شاء الله خدمنا فيه بزاف ديال الالوان جداد. هذا موف مفتوح، هذا ترابي، ترابي الدرجه الثانيه، كاين فيه الكاشيري، كاين فيه الكرونا، كاين فيه البلو جين. هذا كان عليه طلب ولكن الالوان ما كانوش عندنا، يلا خدمناهم دابا. في هذا البلو هذا، في السابلي طاي، هذه في تمزره شمن طاي، هذه الطاي ام، هذا الخضيدر هذا. كيف عرفتوا هذا الموديل راه كان غزال، كيجي في اللبسه بزاف بزاف، وفيه حتى الاجوري. بقاو معايا اخواتي حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا لوينات اخرى ان شاء الله باذن الله ملبوسه. واكيد خليو ليا لي لايك ديالكم، وخليو ليا حتى تعليقاتكم، ما تنساوش البارطاج، الله يكبر بكم، باش هكا الاخوات اللي بغات شي حاجه تكون عرفات القناه ديالنا عن طرفكم، فمشكوره. بالنسبه لهذا اللون هذا اخواتي اللي هو الاجوري، كشوا الكميمات كيجيو في هذا الشكل، فينيشو ديالهم شوفوا الفينيشو ما شاء الله، الخدمة ديالهم تبارك الله كتجي متقونة، غرزة رقيقة. الموديل كيف شفتو كيجيو فيه ناس ضيفات، وفيها هكا جويب، فلافيست ما شاء الله كتجي غزالة في اللبسة ديالها. كيف شفتو درت معاه الأجوري في الزيف والنقاب، وتقدروا ديرو، أنا لابسة نقاب الماليزي، ممكن أنكم ديرو حتى هاد اللون هذا حتى هو يجي زوين. هانتو حتى هو غيجي مفتوح، غيفتح ومازال فيها لوينات اخرين، بقاو معايا ما تمشيو فيها. اليوم صدا اخواتي هاد اللون اللي هو البيج، فيه البيج وفيه هداك شويه ديال هداك الكري مغلوق اولا الاسود. هان كي شفتو هما لوينات كاملين كنفتحوهم باللون، يعني هاد اللون كيكون فات هنايا كنديرو هو اللي كنديرو في الحجاب، فما شاء الله فعلا الويلات كيجيو رائعين. الموديل تبارك الله ما شاء الله، الموديل كي شفتو كيجي في نواس في اللبسة ديالو، وطبيعة الحال فيه هي الصيفات، لافيست فيها الصيفات،
الخدمه ديالها ما شاء الله يعني كتجي مخدومه. بالنسبه للون اللي ما لبستش لكم، بالنسبه للون اللي غتبقى في اول الفيديو لانه ما عرفتش ليه، وبالنسبه للون اللي غيبقى اللي هو الكري، الكري مغلوق. الكري مغلوق بالنسبه للاخوات اللي بزاف كيقولوا لي ها بغينا الكري سوري، ها هو الكري مغلوق راه موجود، كاين في هذا الموديل هذا وفي لي تايب 3 يعني تاي ام والان وحتى الاكس ام. فاسال الله عز وجل ان هذا الموديل هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. فما تنساوش الى عجبكم الموديل تخليوها ليا في التعليقات، واي اخت بغات اي لون ديال الكحل دير سكرين وتواصل معنا وان شاء الله باذن الله نصيفط اختي فين ما كنتي. فخليكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.